أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات للمستثمرين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع. هذا وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 708.3 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 3.9 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 10973 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة. كما صعد مؤشر EGX 100 بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2894 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كريم عبد العزيز، خبير أسواق المال. أستاذ كريم، بعد التحية، قراءتك وتقييمك لأداء البورصة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الأداء النهارده كان متوقع نظرا لبعض التقارير اللي صدرت من مؤسسات مالية كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع. طبعا السوق النهارده في ارتداد كويسه جدا مصحوبه بمشتريات الاجانب. طبعا ده بيدي عمق رؤيه للاسهم المصريه انها تحت القيمه العادله بتاعتها. دي مش اول مره خلال الفتره اللي فاتت نشوف دخول عنيف للاجانب في السوق. نعم. حصل دخول سواء في البورصه أو سواء عن طريق الاستحواذ على بعض الحصص في الشركات العالمية المصرية. نعم. متوقعين إن شاء الله بإذن الله، يعني على مستوى العالم كله، خلينا نتكلم إن أسعار الفايدة على مستوى العالم كله بدأت بالبنك الفيدرالي إن هي ترتفع، وبرضه متوقعين ده ممكن يحصل في جميع الأسواق الناشئة. وكان دي التقارير اللي اتكتبت في عطلة نهاية الأسبوع. طبعا مع ارتفاع أسعار الفايدة ده سببها كمان هو يقدر يسيطر على التضخم. التضخم وارتفاع أسعار السلع كلها ده هيأثر إيجابا على معظم الشركات اللي بتشتغل في او المقيده في البورصه اللي بتشتغل عندنا في السوق. فمتوقعين ان هيبقى في زياده في الارباح بتاعتها ان شاء الله في كيو 2 وفي كيو 3 ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ كريم عبد العزيز، خبير اسواق المال، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.